وبلدنا اعتقد يا دكتور ايمان غنيه قوي، غنيه صح؟ طيب في الاول عايزه اشكر الجميع، الدكتوره نبيله مكرم، متشكره جدا 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 على تحقيق حلمي اللي بقالي بتاع 15 سنه فيه، بعدي بالطياره من على مصر، بشارك بخبرتي في دول كتيرة زي الإمارات، السودان، لبنان، السعودية، ليبيا، المغرب، ولما أعدي على مصر بقول لها ها ما أنش الأوان بقى يا مصر تنادي على بولادك. فأنا متشكرة جدا جدا إن أتحتي لي الفرصة دي. بعترف دلوقتي إن مصر اتغيرت. لو كنت سألتوني السؤال دوت من 15 سنة إيه رأيك في مصر، أقول بنتمنى الخير لمصر، بس حكاية التغير دي مش عارفين هتيجي امتى. فعلا مصر اتغيرت وانا سعيدة وفيري براود ان انا ايجيبشن، اقول ناو اي ام ان ايجيبشن ساينتست. التخصص بتاعي هو الريموت سينسينج ونظم ريموت سينسينج اللي هو الاستشعار عن بعد، نظم المعلومات الجغرافية اللي هي الجي اي اس او الجيوغرافيكال انفورميشن سيستم مع النمذجة الهيدرولوجية. لما بنركب كل دول على بعض اللي هي الانتجريشن بتاع كل التكنولوجي دوت مع بعض، بنقدر نحل بيه مشاكل كتيرة، كوارث طبيعية وثروات طبيعية. كوارث، لما أديكم مثال، لأن طبعا لو اتكلمت هقعد لغاية بكرة أتكلم، فأديكم نبذات صغيرة عن اللي احنا بنعمله. أنا بعمل أبليكيشن، يعني أنا مش واحدة مثلا بصمم الصاروخ ولا بشترك في الشاتلز إمتى هتطلع ولا في الإلكترونيكس اللي فيها، لا أنا الأبليكيشن، انا الساينتست اللي بتقعد وتاخد الصور الفضائيه الساتلايت ايمج، بعمل لها بروسيسنج وبقدر اطلع منها حاجات ما بنشوفهاش من اول وهله، لازم يتعمل لها كميه كبيره من البروسيسنج عشان تقدر تطلع بيها منها بنتيجه. نبدا مثلا بالموارد الطبيعيه. الموارد الطبيعيه زي المياه الجوفيه دي مش حاجه غايبه علينا، احنا عندنا هيئه الاستشاره عن بعد وطبعا عارفين الكلام دوت، بس احب اعرفكم تاني احنا بنعمل ايه بالصور الرادار. فور اكزامبل صور الرادار دي اقمار صناعيه، صور الرادار بتديك السيجنالز اللي هي طويله. انا بحاول مش هستخدم الانجليش، فحاولوا تفهموني. هي اللونج ويف لينث ده هي بتخترق الرمال. عندنا احنا بنتكلم على صحراء، دي البيئات بتاعتنا فيها رمال، بتخترق الرمال وتظهر لي اللي تحت الرمال. زمان من 4-5-6 آلاف سنة وقبل كده بكتير كانت في مياه غزيرة بتنزل على مصر. جت وطبعا كان في بحار وكان في بحيرات مياه عذبة، أنهار كتيرة. بعد كده وجت فترة الجفاف غطت لنا كل دوت بالرمل. فاحنا ماشيين على الرمل ما بنشوفش اللي تحته ايه. الرادار بيخلينا نخترق او بنشيل بنمشط الرمل دوت وبنشوف ايه اللي تحته. باستخدام التكنولوجي دوت قدرنا نتعرف على وجود مجاري مائيه قديمه، على وجود احواض رسوبيه واحواض كانت متخزنه فيها الميه قديما. لو حد سالني دلوقتي هيقول يعني احنا اول ما نحفر هنلاقي البحيره موجوده؟ لا طبعا مش موجوده، هي جفت. بس اتخيل معايا كده ان البحيرات والانهار الكبيره، وبتكلم على انهار كبيره يعني قد النيل 3-4-5 مرات اللي موجوده تحت الرمال دهيت، كانت فيها الرمال، كانت فيها المياه لالاف السنين. جزء من المياه تبخر اوف كورس، جزء ثاني من المياه مع مرور الوقت دوت حصل له انفلتريشن او حصل له تسرب ومتخزن تحت في الخزان الجوفي، محتاج حد يكتشفه. فاحنا لو قدرنا نشيل تاثير الرمل، ندخل تحت ونشوف البحيرات القديمه والانهار القديمه دي، هيبقى عندنا اكس وواي. بدل ما تمشي وتحاول تنقب وانت حظك جه يا صاب يا خاب، لا انت بتروح باكس وواي، بنقول فيه هاي بوتنشال، ومش باكد طبعا، هاي بوتنشال، احتماليه كبيره لوجود المياه الجوفيه في الاكس والواي ده والاكس والواي ده، اللي نقدر نستخدمه بعد كده هو في الزراعه، في ميه الشرب، او مش عايزين نستخدمه دلوقتي خليها فور استراتيجيك بيربز. احنا مش يعني كمخزون استراتيجي نقدر نستخدمه بعد كده، بس اتليست نبقى عارفين الثروات بتاعتنا دي. اول حاجه دي مثلا المياه الجوفيه. لما نتكلم على الموارد الطبيعيه بالساتلايت ايمجري، الصور الفضائيه، اتكلم كمان على الذهب مثلا. انا مثلا رساله الدكتوراه بتاعتي اللي عملتها في انجلترا كانت على مصر. على فكره كل دراساتي من فوق على الوطن العربي، ما عملتش بحث واحد على امريكا، كله من امريكا.
انا بشتغل من هناك بس كل ابحاثي على مصر والدول العربيه، مفيش بحث واحد من 77 بحث خارج الوطن العربي، اوف كورس طبعا عن مصر. اللي هي الثروات المعدنيه، البي اتش دي بتاعتي اتعملت وكنت في انجلترا وقتها وانا بعملها في جامعه ساوثهامبتون على السيول، بس كانت في منطقه موجوده في مرسى علم، حوض مرسى علم. انا فاكره واحنا راكبين الجيبس بندخل طبعا نقعد في خيام واحنا داخلين في وادي من الاوديه، والكلام دوت من 97 98 يعني لونج تايم اجو، قبل ما نعرف حاجه عن المناجم اللي موجوده اللي بالي بالك هقولها دلوقتي. واحنا ماشيين في الوادي كان الوادي انا فاكره بيبرق بيلمع، فنزلنا ومسكنا الرواسب اللي في الوادي بتلمع، انا قلت في ذهب جاي من سموير ايلس، هنا اكيد احنا عندنا ذهب وكتير. اكتشفت بعد كده ومن كام سنه وسمعت احتمال من زمان انتوا عارفين بس انا ما كنتش اعرف حقيقي ان في منجم السكري. منجم السكري بالظبط هو ده كان في منطقه البي اتش دي بتاعتي اللي قلت اكيد في ذهب هنا بس انا مش عارفه جاي منين. الساتلايت ايمجري بيقدر يعرفك فين احتماليه وجود معادن نفيسه، مثلا الذهب زي ما احنا اتكلمنا ومعادن اخرى زي المهم يعني ان هو ممكن يشير لك على الثروات المعدنيه النفيسه، الحديد مثلا. في somewhere in Egypt you will have iron لان في رواسب بدات تدل ان في عندنا iron حديد. ديت بالنسبه للثروات الطبيعيه، مش عايزه اقول امثله كتير، عايزه انقل بسرعه عشان الحق وقتي على الكوارث الطبيعيه. البي اتش دي بتاعتي كانت عن السيول في انجلترا، كانت عن السيول في مصر. مش عارف حد هيقول يعني بلاش كلام بقى الكوارث الطبيعيه ويعني بلاش تجيب لنا النكد دوت والصرف بتاع، احنا جيبي قولي لنا حاجه عن حاجه تجيب فلوس للبلد. طب انا هقول لك حاجه، مش هجيب لك فلوس وانا بكلمك عن السيول، بس هحافظ لك على فلوسك زي الحصاله بالظبط، بدل ما تقول لي بتحطي فين كام هقول لك لا سدها من تحت لان حصالتنا مخرومه. بالظبط كده السيول بتنهكنا ولازم نعترف بالموضوع دوت. السيول هل نقدر نعمل بيها حاجه بطرق بالنمذجه الهيدرولوجيه، بطرق الريموت سنسنج، بنظم المعلومات الجغرافيه؟ ايوه. ازاي؟ اولا بنشوف بنقدر نتنبأ بالمجاري بتاعت السيول، بنقدر نعرف اعماق الميه اللي هتحصل من السيل ده، لو مثلا العمق هنا هو فيو سنتيمترز ات دازنت ماتر مش هيغرقنا، لكن لما يجي كده زي مثلا راس غارب واللي حصل متر ولا 2 متر اللي سمعته، لا يبقى احنا بقى بنتكلم هنا اهوت على موضوع كبير، واكيد اكيد الدوله بتصرف، انا ما معيش ارقام بس اكيد الدوله بتصرف على الخسائر اللي جايه لنا من مخاطر السيول كتير، فاحنا عايزين نوفر الفلوس دي. السيول نقدر نعمل زي ما بنعملها في دول تانية اللي هي سيستم للتنبؤ بوجود السيل، عمق السيل، سرعه مياه السيل، فين الاماكن. طبعا انت مش تقف قدام الطبيعه، ما اقدرش اقول لك والله بالريموت سنسنج انا اخلي لك المكان 100 100، لا طبعا، لكن اقدر اخلي المكان دوت اقل في مستوى الريسك بتاعه، الهازارد بتاعه، فين هتبني السدود، فين هتقلل سرعه الميه، لانك لو قللت سرعه الميه من انحدار جامد جدا لانحدار متوسط او منطقه منبسطه، اعرف ان المكان دوت هيخزن لك ميه، صح؟ الميه لما بتشبشيش بسرعه بيبقى عندها تشانس، عندها فرصه انها تتسرب وتغذي لك المياه الجوفيه، يبقى انا ضربت عصفورين بحجر، حاولت اقلل المخاطر، سرعه سيول بدات اهديها، وات ذا سيم تايم قدرت ان انا احافظ على الميه في الاماكن دي، احط سدود بدل ما تنتهي الميه بتاعتي في البحر، اقدر اعمل لها سدود. على فكره في الامارات مثلا اكتشفنا ان في مياه السيول بتتخزن في الجبال العاليه، وبعد كام يوم بتبدا السيول المياه ده تطلع في البحر، تطلع بتشوفها بالصور الحراريه. المياه دايما اللي بتبقى طالعه من الجبال من الارض بتبقى مختلفه في الحراره بتاعتها عن ميه البحر ديت بالانفراريد او اللي هي الثيرمال انفراريد. بدانا نشوف السبوتس دي وكذا ولاية بكذا اماره، مثلا اماره الشارقه والفجيره، بداوا يقولوا لنا فين الاماكن دي، سو وي كان اكشولي ديزاين dams underground to reserve this water. كانت فانتاستيك في كده، مش بس كده، شفنا بالثيرمال ايمجري مثلا في الامارات تانية لما اديها كمثال، اماكن بعد من امطار ما بتحصل 5 6 ساعات تختفي في الجبال، بعدها تبدا تظهر لنا بقع في الكلام دوت في الثيرمال بس، يعني انت في الصور العاديه مش هتشوفها.
في الصور الحرارية تلاقي الأرض بدأت تبرد تسقع، فتعرف وقتها ان فيه هنا عملية بخر بتطلع لك من تحت الأرض أو near surface. اللي بيحصل ان فيه فوالق كبيرة جدا جدا بتنقلك المية في الثلاث أربع ساعات دول من الهاي ماونتنز لللولاند اريا، والثيرمال قال لك أو الصورة الحرارية قالت لك المكان ده بقى ساقع عندي بقى بارد. تكرار العملية دي فور آلاف السنين بيحصل من غير ما احنا نعرف كنا، فده مكان بوتنشال عالي للجراوند ووتر اكيوميليشن. رحنا اكشولي هناك كانوا معاهم فلوس، رحنا وحفرنا 2 تيستينج ويلز في منطقة الشارقة ودبي. أنا كنت واقفة ساعتها، يا مسهل هنحفر. حفروا كانت شلامبرجي الشركة، حفروا ما قدروش وقفوا المية 30 تقريبا متر انفجار المية زي النافورة، ما قدروش إن هم يسدوها في ساعتها. عرفوا إن هنا هو بنتكلم على خزان جوفي رهيب بيستخدموه، عندنا دلوقتي 27 بير قدروا يستخدموه في الدوميستيك يوز للشرب وكده لمدينة الشارقة. ديت بالنسبة للكوارث الطبيعية. سيول، الحاجة اللي أحب أتكلم عليها وأنا مش عايز أخد الوقت، بس ديت ده ريموت سنسنج والجي اي اس، عايز أقولها بسرعة. في أخطار من البشر، مش الطبيعة بس مش هي المشكلة، إحنا المشكلة. أخطار الأخطار مثلا الهجرة الغير شرعية على الحدود المصرية مثلا. إحنا بنستخدم طيارة بدون طيار زي درونز مثلا على الحدود في أمريكا عشان نشوف الهجرة الغير شرعية اللي جاية لنا مثلا من المكسيك. بالثيرمال بتشوف الحركة، بنعمل سيرفي باستمرار وبنشوف الحركة، حركة التنقلات، هل في حاجة أو أي منشآت حصلت تحت السيرفس ولا لا، بنقدر نعملها ديتكشن بسرعة سواء بالرادار أو بالثيرمال. ديت هجرة شرعية غير شرعية. زراعة المخدرات، النباتات، انت عندك ساعات في بعض الدول زي اليمن مثلا قدرنا نشوف يبنوا شجر نخل والقاد بتاعهم والحاجات الموجوده عندهم دي، بس في بتبقى كمان في النص جنبهم شويه مخدرات ما تبقاش باينه لان السكيل بتاعها صغير قوي. بالساتلايت ايمجري نقدر نعرف السبيكترال سيجنتشر ونقول اه ده هنا هو ما اعرفش تسموه ايه، بانجو ولا حشيش. انا بدات دلوقتي اخد المصطلحات دي، مش عارفه دي مصطلحات عامه ولا لا. بدأنا نشوف السيجنالز بتاعتها ونقول روح بسرعة للمكان دوت ونظفه من المخدرات الموجودة، فدي حاجة ممكن برضو نعملها وديت خطر بشري. التنقيب، ودي بقى دي مشكلة كبيرة بدأت عندنا من 2011. جبنا الصور قبل 2011، احنا بنجيب الصور نص متر او 30 سنتي، متخيل 30 سنتي ده السكيل بتاعها قبل ثورة، قبل 2011 وبعد 2011. تحزن الناس بتشوفها على انها خبطات علمية، الحق اللي حصل في مصر. بالنسبة لي دي مش خبطة علمية، دي بالنسبة لي سكينة. اللي بيحصل ان في نهب بيحصل في اماكن مختلفة على طول وادي النيل، نهب للآثار، يعني حفر بدأت تبقى كتيرة جدا جدا في أماكن قريبة جدا من قرى. فاحنا بدأنا نشوف ايه القرى الأكتف في موضوع التنقيب الغير شرعي عن الآثار. الآثار دي بتروح فين؟ أنا بتكلم على مثلا 2300 حفرة، 2000 أو 3000 حفرة بدأت تظهر والعملية بتزيد. أنا أسفة أن أقول كده لكن انت بتشوفها بالساتلايت ايمج، انت مش محتاج ان انت تبقى شاطر فيها، روح لجوجل ايرث اللي احنا كلنا بنستخدمه وانت هتشوفها. ديت برضو نقدر نستخدم ريموت سنسنج 30 سنتي عشان نقدر نعمل ديتكشن، ده يبقى تنبؤ مبكر لنشاط غير شرعي في المكان دوت، فنبدا بسرعه تبدا الدوله تتحرك بسرعه علشان توقف النشاط الغير شرعي. دي ثروه قوميه، احنا بنتكلم دلوقتي على فلوس، دي ثروه قوميه بتضيع بسرعه. انا اتوقع كده هوت. اخر حاجه سريعه ودي الاخيره بالنسبه للريموت سنسنج، وكانت بعد الثوره برضو شفناها، كانت اكتف قبلها بس بعدها زادت قوي قوي. انا عارفه ان الحكومه الحمد لله الحمد لله بدات تعمل كنترولنج ليها، اللي هي التعدي على الرقعة الزراعيه. التعدي على الرقعة الزراعيه بنعملها كلنا، وانا درست هنا هوت في كليه الزراعه، وفي يعني مش كليه الزراعه، في وزاره الزراعه بقيت اجي ودي بعض التدريب، الكلام دوت من فتره، بس كنا بندي تدريب، ومثلا في الجامعه الامريكيه شويه تدريب، بس كنا بنستخدم الصور المتاحه اللي هي 30 متر الريزولوشن بتاعها.
الديتيلز بقى اللي احنا بنستخدمها بقول 30 سنتي يعني نص متر طبعا عبقريه انها توريك الرقعه الزراعيه وازاي بتنتهي. لما يجي فلاح عنده فدان ويروح باني في الخباثه كده اوضه مش هنشوفها، والاوضه هيبني لابنه اوضه جنبها مش هنشوفها، ما احنا بنتكلم على الصور المتاحه 30 متر، الاوضه مش هتبان في 30 متر، لكن في ال 30 سنتي لو حط طوبه الحكومه تقدر تنزل وتقول له وقف عندك، فالحق اعمل انذار مبكر ان في اكتيفيتي غير شرعيه في المكان دوت، احافظ على الارض اللي باقيه لي. تاني انا عملت الشغل دوت في اماكن كتيره جدا جدا، اكتشفنا حاجات كتيره لدول كتيره، اول مره اتكلم هنا هوت قدام مصريين اللي هم ريلي كير اباوت مصر. الحاجه الاخيره وده وعد. ما اتكلمتش خالص، بس هي الحاجه الاخيره فعلا. فعلا الاخيره، خلاص فعلا الاخيره. لو رجعت بحث 12، انا هرجع للمياه الجوفيه لكلمه واحده. بحث 12 لينا في 2012 البحث ده بيتهيأ 12 هنا حتى في المصري اليوم، وانا قلت خلاص مصر رايحه تعمل حاجه في الموضوع ده، لغايه النهارده ما عملناش، فانا فعلا زعلانه. اشتغلت جبت حوالي 180 صوره رادار غطوا ربع مصر، اتخيل معايا كده هوت الحدود بيننا وبين ليبيا، غطينا المكان دوت عشان ندور على مياه جوفيه. فوجئنا بنهر كبير جدا جدا، بيتهيألي سمعتوا عنه، اسمه انا سميته نهر الكفره لان الدلتا بتاعته تحت الارض في منطقه او معديه على منطقه الكفره اللي هي واحات الكفره اللي في ليبيا. النهر دوت ماشي تحت رمال بادي، عشان تعرف عملاق قد ايه، مثلا قد ولايتي اللي انا قاعده فيها في نورث كارولاينا مرتين. النهر دوت بادي من السودان وبادي من تشاد وماشي نورث، افريقيا نازله كده، ماشي نورث ربع او ثلاث ارباعه في ليبيا، بس ربع بتاعه عندنا احنا. الاهم في ده مياه جوفيه، الاهم في المكان دوت في تحت بحر رمال الاعظم في المكان ده مروحة فيضية أو خلينا نقول دلتا عظيمة متغطية بالرمل، احنا شايفينها في رادار. الناحية بتاعة حدود ليبيا كل مناطق التنقيب على البترول، البترول اللي بيطلعوه الغاز دلوقتي من زمان في ليبيا من الناحية دي بتاعة المروحة الفيضية أو الدلتا. ربع الدلتا ناحيتنا احنا. فأنا بطالب تاني، أنا طالبت الكلام دوت في المصري اليوم. الحق مكاننا لان هو خزان واحد، يا هم يا احنا. الناحيه الثانيه عندنا مخزون هيبقى كبير من الغاز ومن البترول مع المياه الجوفيه واللي هي احسن واحسن، فاحنا المفروض ان احنا ناكت بسرعه. ليبيا بتستخدم الجزء ده من غير ما يعرفوا انه نهر، هم حفروا لقوا ميه فبيستخدموا دوت في النهر المان ميد، النهر الاعظم، النهر الصناعي الاعظم. فاحنا ودوت بيبقى ليه عمر، عمر 100 150 سنه، doesn't matter، نستخدمه دلوقتي وبعد كده احتمال ما نحتاجش الميه خالص، ناخدها في حبوب ولا حاجه، بس نستخدمها حتى دلوقتي، نحط ايدنا عليها دلوقتي. خلاص انا وعدتك فانا هوقف دلوقتي، شكرا. بالنسبه للرقعه الزراعيه ديت كل الحاجات اللي احنا نقدر